البنك الاهلي اللي هيواجه النادي الاهلي في الجوله الرابعه اليوم. في حراسه المرمى عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، اسحاقو يعقوب، محمد بسيوني، سعيد سومبوري، محمد فتحي، واحمد ربيع، ومحمد ابراهيم، وياو النور، واحمد ياسر، واسامه فيصل. ده تشكيل البنك الاهلي. كابتن هاني، مباريات النادي الاهلي مع البنك الاهلي دايما مباريات بلغه الكوره بيقولوا مباريات متعقربه، مباريات صعبه. لما تشوف المواجهات، 9 مواجهات النادي الاهلي فاز في 4، تعادل في 4 ايضا، وخسر مباراه واحده كانت السنه اللي فاتت. فدايما وابدا مباريات البنك الاهلي حتى نتيجه المباريات ما بتطلعش يعني بفوز كبير. صحيح. فالنهارده الاهلي عنده مواجهه صعبه. طيب خلينا الاول يعني اتابع الكابتن محسن قاله. الحقيقه دايما الفرق ليها حسابات قبل الدوري. الحقيقه دايما كنا بنقول ان الفرق الغير قادره على التنافسيه بشكل كبير بتحاول بقدر الامكان في الدور الاولاني انها تجمع نقاط كثيره جدا لصعوبه الوضع هيكون في الدور الثاني. الحقيقه الدوري الاستثنائي اللي احنا فيه ده كمان بيصعب الامور اكتر، لان كل الانديه دلوقتي ايا كانت الانديه مين مطالبه بشكل كبير جدا انه في الدور الاولاني خلال تجمع نقاط كثيره، بما فيها الانديه الكبيره بما فيها الانديه الصغيره. كل الناس عندها تارجت انها خلال الدور دوت اللي هيتحدد من خلاله الدور الثاني مين هيكون بطل ومين هينافس على الهبوط او تحديد المربع الذهبي بشكل كبير جدا. فهذا الموسم الاستثنائي كمان اضاف جزئيه مهمه جدا على المدربين، ان حتى موضوع التعادل ما بقاش اوبشن كبير. يعني مدربين يقول لك انا ممكن اكسب مباراه واتغلب مباراه لكن ما تعادلش مباراتين، يعني اطلع من خلال مباراتين ب4 نقاط لكن ما تعادلش مباراتين. الاسم ان انا ما اتغلبتش مباراتين، لكن تجميعة النقاط الحقيقه في هذا الموسم الاستثنائي للدوري المصري بيخلي كل الانديه بتلعب على الفوز، وده شيء جيد، يعني ده شيء جيد، ولكن الامكانيات اللي بتحدد مين القادر على الوصول ل بعد نهايه الدور الاولاني تبدا تنور الدنيا بالنسبه لك، مين اللي هيلعب في المنطقه الدافيه ومين هيكون في المربع الذهبي. فدي نقطه الحقيقه مهمه جدا، ان هذا الموسم هو موسم استثنائي، موسم بيخلي كل مدربين الدوري بيلعبوا على الـ3 نقاط في المقام الاول والتعادل في المقام الثاني. انا الحقيقه مش من هواة او مش الناس اللي بتصدق قوي في عمليه الارقام والتاريخ بالنسبه لمباريات الفرق. انا الحقيقه كل دوت ممكن اولا البنك الاهلي عنده مدرب بيلعب بشكل هجومي، كابتن طارق مصطفى بيلعب كره حلوه، عنده عناصر جيده جدا سواء في كل الخطوط، عنده لعيبه مميزه على المستوى الفني. هتبص لنتائج في الـ3 المباريات اللي فاتوا نتائج عكس اللي انا بقوله، وبالتالي ممكن جدا جدا في المباراه النهارده يكون في شويه تحفظ من الكابتن طارق مصطفى، شويه نتيجه اللي هو عنده نقطه من ثلاث مباريات في الترتيب قبل الاخير في الدوري، ولكن مش صفات الكابتن طارق مصطفى انه يلعب دفاعي، فغصب عنه او الفرقه متعوده انها تلعب بشكل هجومي. زي ما انت بتقول دايما ودائما وابدا مباراه النادي الاهلي مع البنك الاهلي بتكون فيها صعوبات على النادي الاهلي، يعني ما فيش مباراه تخرج 3-0 او 4-1 او 3-2، حتى فوز النادي الاهلي كان بيبقى 1-0 2-1 في نتائج قريبه شويه. لكن تاني بقول مباريات الموسم دوت الاستثنائي بتاخد طابع مختلف تماما عن المواسم اللي فاتت، وبالتالي بنشوف كره مفتوحه بكل المباريات، وده متعه كره القدم الحقيقه، انك بتلعب كره في تكتيك معين تقدر تقفل بشكل كويس، لكن كل مدرب عايز او طمعان انه يكسب الـ3 نقاط. اكيد النادي الاهلي النهارده اكيد عنده الاولويه كخبرات كبيره جدا،